مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. كانت بداية أسبوع هادئة مع تقدم الدولار النيوزيلندي وتراجع النفط الخام. يقوم زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بالتدعيم فوق مستوى دعم أعلى عند 1.1384. يقوم زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بالتدعيم بشكل هادئ بين مستوى المقاومة عند 112.35 ومستوى الدعم عند 111.43. يقوم زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي بالتدعيم بشكل هادئ بين مستوى المقاومة عند 1.2872 ومستوى الدعم عند 1.2780. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.